نبدأ قصتنا في مدينة القاهرة بالرئيس صقر ورجل عنكبوت وليلى عنب وهم يأكلون الفطور في غارة الخفافيش عندما ليلى نعب يا هل تعمد هنا؟ يا الله، أين رجل العنكبوت؟ رجل العنكبوت؟ نعم يا هل تعمد هنا؟ ماذا؟ لا، أريد أن أنام أكثر. يلا يلا انتظر، نعقد الجيش هنا، نعقد الجيش كثيرا. دجاج؟ أحب الدجاج، أحب الدجاج كثيرا. لن تهب هذا الدجاج. لماذا؟ هذا دجاج لثواني علي أزرق. دجاج لثواني علي أزرق، هذه ستكون أصعب وظيفة في حياتنا. هذا أصعب من لعب البيسبول مع أركانزاس سيتي رويالز. والله لعبت مع أركانزاس سيتي رويالز منذ سنة. أنت مجنون، لماذا نحرث هذا العمل في أطالتنا؟ أريد أن أنام اليوم. ليس عندنا وقت اليوم، أعد على المدينة. يلا نذهب إلى سيارة الخفافيش. أين سيارة الخفافيش؟ السيارة الخفافيش كانت في هذا. نعم أتذكر. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعرف. ذهبوا إلى الأوتوبيس. راجل العنكبوت، راجل العنكبوت. خلاص خلاص، أدخل إلى الأوتوبيس. يا رجل العنكبوت، عندك نقود؟ نقود؟ لم أعرف أننا نحتاج إلى نقود. بكم الأوتوبيس؟ 6 دولارات. عندي دولارين. عندي 3 دولارات. عندي دولار. ممتاز جدا، ممتاز ممتاز. يلا أذهب إلى بيت الدجاج على الشريط. الأوتوبيس جميل جدا. نعم أذهب عن كراسي كبيرة جدا. أريد أوتوبيس الخفافيش. أنت غبي. One jump ahead of the bread line, one swing ahead of the sword. I steal only what I can't afford, that's everything. One jump ahead of the lawmen, that's all, and that's no joke. These guys don't appreciate I'm broke. Yalla, who is the judge Lithuania Ali Azak?